مخيمات نيزبت بمدينة العثمانية، ملجأ الناجين من زلزال تركيا بمحافظة غاز عنتاب. يقطن بهذه المخيمات آلاف المنكوبين، منهم من تذوق ألم الفقد ومرارة الفراق. فقدوا منازلا كانت تأويهم بالأمس القريب، أما فراق الأحبة ترك في نفوسهم حرقة أبدية. نحن في هذا المخيم الآن في مدينة العثمانية، فيها 21 مخيم، والمخيم اللي نحن الآن موجودون فيه هذه أصحابها كلهم بيوتهم سقطت على الأرض، وكثير من العائلات هنا فقدت ضحايا وفقدت أرواح وفقدت أهل وأولاد وغيرها، فالمآسي كبيرة إلى جانب فقدان بيوتهم فقدان أقاربهم وذويهم. تلفزيون النهار رصد حسرة القاطنين بهذه المخيمات، كان من أول المنابر الإعلامية التي دخلت مخيمات الناجين بمعية الجمعيات الخيرية الإغاثية الجزائرية في إطار الدعم المادي والمعنوي لمتضرري الزلزال. فما تقوم به الجمعيات الخيرية الجزائرية بالأراضي التركية يشرف الراية الوطنية ويعلم من شأن هذه الجمعيات. هذه القافلة الإغاثية تأتي في إطار حملة الأخوة بين تركيا والجزائر. مضمون هذه القافلة هو توزيع طرود غذائية، موائد الإطعام وكسوة العيد. نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا العمل، كما لا يفوتني أن أشكر الحكومة الجزائرية على التسهيلات المقدمة لإنجاح هذه القافلة. هنا مخيم نيزبت الذي يحتوي على 2000 عائلة، هو واحد من بين 21 مخيما، وما يعكس حجم الكارثة التي حلت هنا بمدينة العثمانية جنوب تركيا. لقناة النهار وليد مهاجري، تركيا.